لماذا صدر المجلس انتقالي أموال البنك المركزي في عدن؟ وما هو سر تراخي الشرعية إزاء هذا التصعيد؟ ولما تصمت السعودية التي يقيم فيها عيدروس الزبيدي كذلك؟ وما الذي تبقى من اتفاق الرياض؟ أهلا بكم. أقدم المجلس الانتقالي على احتجاز أموال نقدية تابعة للبنك المركزي في عدن، إذ أقدمت القوات التي كان من المفترض أنها سترافق الأموال لحمايتها بمصادرتها السطو عليها ونقلها إلى مقرات تابعة للانتقالي. هذا التصعيد من قبل الانتقالي قابله بيان يتيم من قبل الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى صمت المملكة العربية السعودية التي تقول إنها الراعية لاتفاق الرياض وحل الإشكال بين الحكومة والانتقالي. تواجد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في الرياض منذ فترة يضع أيضا علامات استفهام كبيرة حول موقف السعودية من الحكومة اليمنية المقيمة لديها منذ 5 سنوات، إذ يرى البعض أن السعودية انتقلت من مربع دعم الشرعية إلى دائرة تقويضها عبر دعم كيانات غير قانونية. إذن لماذا لم تعلن الحكومة فشل اتفاق الرياض؟ وهل أصبح لدى الانتقالي ضوء أخضر سعودي للحلول محل الشرعية في عدن؟ المشهد نفسه يتكرر مع شيء من اختلاف التفاصيل والأسباب. في ظل سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن، يكرر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات انتهاكه لمؤسسات الدولة السيادية على مرأى من القوات السعودية المتواجدة في عدن. أكثر من مرة يسطو مسلح الانتقال على أموال الحكومة الشرعية، ثم يزعمون أنهم فعلوا ذلك لمنع وصولها لمن يصفوهم بالإرهابيين. خطاب على ما يبدو ينسجم مع رغبة الداعم، لكن هل ينطلي هذا الطرح على المجتمع الدولي الذي يعترف بالشرعية؟ البنك المركزي في بيان أصدره أوضح أن القوة التي اختطفت 7 حاويات كانت مكلفة بمهمة حماية الأموال وتوصيلها من الميناء إلى المقر الرئيس للبنك في عدن، إلا أنها نقلتها إلى مقر اللواء الأول مشاه التابع لعيدروس الزبيدي المتواجد منذ أسابيع في الرياض. الانتقال من جهته أقر بالحادثة وقال إنه فعل ذلك حماية لمصالح المجتمع ولمنع تداعيات انهيار العملة المحلية، وأنه يتحفظ على الأموال المختطفة بهدف تصحيح مسار عمل البنك. محللون يرون أن ثمة ضوءاً أخضر للانتقال للسيطرة على أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الحكومة الشرعية والمخصصة في الأساس لدفع المرتبات. ما جرى في عدن يتزامن أيضاً مع ما تقوم به سلطات ميليشيا الحوثي التي يتهمها المجلس الاقتصادي الأعلى بسحب نحو 45 مليار ريال هي محصلة رسوم واردات الوقود الموجودة في الحساب المؤقت بفرع البنك المركزي في الحديدة. موقف الحكومة إزاء ما يقوم به الحوثيون اقتصر على عتاب وجهته الحكومة للمبعوث الدولي. أما بالنسبة لسطو الانتقال على الأموال في عدن، فلم تقم الحكومة بأكثر من بيان وتغريدة لوزير الخارجية دون أي تحرك على الأرض. أهم ما قالته الحكومة أنها تطالب السعودية بموقف واضح مما يجري في عدن، وذاك يسوق إلى التساؤل عن حقيقة الموقف السعودي من استنزاف موارد الشرعية، وبالتالي عن قدرة الرياض على حماية الاتفاق الذي تزعم أنها ترعاه وتضمن تحقيقه. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب من برلين دكتور علي العبسي المحلل السياسي، وكذا من عدن الصحفي السيد صلاح الصقلدي. أرحب بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور علي العبسي، كيف تابعت مصادرة المجلس الانتقالي لأموال البنك المركزي التي كانت متجهة إليه؟ يعني بداية هذا الموضوع يثير استغراب من ناحيتين. أولا من ناحية كيف سمح له بمرافقة هذه الأموال، يعني من سمح له؟ يعني من إذا كانت الحكومة الشرعية اليمنية تعتبره طرفا انقلابيا وسيطرة غير شرعية على عدن ويمارس
السلطة في عدم بطريقة غير شرعية، فكيف سمح له؟ ومن أعطاه السلطة أو الصلاحية لأن يقوم بحراسة أو بنقل هذه الأموال من الميناء إلى البنك المركزي؟ هنا هذا تساؤل كبير، يعني علينا أن نكتشف من الذي اتفق مع المجلس الانتقالي يعني ليقوم بذلك. يعني أعتقد هناك اختراق للحكومة الشرعية اليمنية، وهناك أطراف تعمل بوجهين، يعني تدعي انتماء إلى الشرعية ولكن أيضا تعمل مصلحة المجلس الانتقالي. هذا أولا. هذه نقطة. النقطة الثانية، لماذا لم تقم القوات السعودية الموجودة في عدن بمرافقة هذه الشحنات؟ هذا أيضا تساؤل آخر. يعني إذا كان لابد من مرافقة هذه الشحنات من الميناء إلى البنك المركزي، فهناك قوات سعودية موجودة في عدن وهي قوات كافية، وكانت أيضا تتولى مسؤولية حماية البنك المركزي، لماذا لم تقم هذه القوات بمرافقة هذه الشحنة؟ أعتقد أن المسألة هي مقصودة، يعني وليس تصرفا أرعنا فقط من المجلس الانتقالي، هو بالتأكيد تصرف أرعن وغير شرعي، وعقليات عصابات وليست عقليات رجال دولة. لا يمكن رجل دولة أن يتصرف بهذا التصرف يعني. لكن أيضا أعتقد ذلك تم بإرادة خارجية، بإرادة من الرعاة للمجلس الانتقالي، سواء كانت الإمارات أو السعودية. هناك نوع من أنواع الضغط على الحكومة الشرعية اليمنية، وجود عديد عدريس الزبيدي، ولو أني هنا سبق المعلومة، ولكن أعتقد أن وجود عديد الزبيدي في الرياض يشي بأن هناك إعادة تفاوض على اتفاقية الرياض من جديد، أو على أقل شيء على آليات تنفيذها وخطوات تنفيذها. وأعتقد أن خطوة الاستيلاء على أموال البنك المركزي اليمني الآن في هذا الأثناء هي جزء من عملية الضغط التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من وراء الإمارات على الحكومة الشرعية اليمنية، من أجل فرض التنازلات عليها والقبول بما لا يمكن أن تقبل به. والان هذه الخطوه التي غير مفهومه ابدا، يعني اعتقد انها مساله، يعني كيف تعطي، يعني كيف تستامن شخصا انت تعتبره طرفا انقلابيا وميليشيا وتستامنه على مليارات الريالات؟ القصه منذ البدايه غريبه، يعني لماذا سمحت بان تصل هذه الشحنه من الاموال الى ميناء عدن؟ لماذا لم تصل الى ميناء اخر؟ اذا لماذا لم يتم نقلها جوا؟ اذا كانت الميناء من الصعوبه الوصول اليها هو غير خارج سيطره الحكومه الشرعيه اليمنيه. هناك تساؤلات كثيره للغايه تجعلنا نشك بأن المسألة ليست اعتباطية، ليست مصادفة، ليست عبارة عن رد فعل أو تصرف كما قلت أرعى من المجلس الانتقالي. هناك إرادة إقليمية، إرادة سعودية وإماراتية وراء هذا الحدث. تفضل بالبقاء معي دكتور علي العبسي. أعود إليك أو أذهب إليك سيد صلاح الصقلدي، وأجدد الترحيب بك معي من عدن. كيف يمكن لقوات مكلفة بحماية أموال تتبع البنك المركزي أن تقوم بمصادرتها؟ يعني كما يقول المثل، كثيرون يقولون أن هذا تطبيق حرفي للمثل حاميها حرميها كما يقولون. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. أولا يقدر بنا أن نشير إلى أن هذه المبالغ وهذه الحاويات هي موجودة في الميناء منذ قرابة عامين بحماية المجلس الانتقالي، وبالتالي الحديث عن سطو أو عن السيطرة على هذه المبالغ كلام غير دقيق على الإطلاق. فهذه المبالغ هي موجودة، وما حصل هو أن كثير من الظروف حصلت في عدن وفي البلاد كاملة استدعى أن تتخذ المجلس الانتقالي بحسب ما أفادت الإدارة الذاتية أو اللجنة الاقتصادية في هذه الإدارة، بأنها اتخذتها نتيجة السلسلة من التطورات التي حصلت. تخيل أن هناك تريليوني ريال يمني يتم طباعتهم من عام 16 الى حد الان، من 2016 الى حد الان دون غطاء نقدي على الاطلاق. عمليه طبع العمله هي عمليه تدمير مقصوده للاقتصاد وانهاك الناس وتدمير الخدمات بشكل مقصود، وبالتالي البقاء بالوضع المتفرج على هذا ما يتم على استهداف عدن واستهداف الجنوب، ويعتبر مشاركة بهذا التدمير. وبالتالي إذا كان المجلس الانتقالي اتخذ مثل هذه الخطوة، فأنا أرى أنه قد اتخذها ولو إنها متأخرة، فهي تصب في الاتجاه الحقيقي وفقا للسلطة التي يتمتع بها كسلطة أمر واقع حتى على أقل تقدير. فهناك استهداف تام للاقتصاد، هناك عملية نهب لهذه الأموال تذهب إلى سيئون، تذهب إلى مارب، وتمول بها جماعات متطرفة وتستهدف عدن، فيما عدن تغرق
تدهور الخدمات والأوبئة وكثير من التحديات. هل يعقل أن يظل الناس مكتوفي الأيدي فيما هذه المليارات تذهب من عدن في الوقت الذي البنوك في مأرب وفي سئن وفي الحديدة وفي كثير من لا تورد ولا ريال واحد إلى البنك المركزي في عدن؟ ضف إلى ذلك بأن العملات اليوم وصل الدولار إلى ما يلامس 800 ريال والسعودي ما يلامس 200 ريال، انعكس هذا على الأسعار على الخدمات وأصبح وضع الناس لا يطاق على الإطلاق. فبالتالي إذا كان هناك من إجراء فيفترض أن تقوم بها الحكومة منذ فترة، فما يتم اليوم هو عبارة عن تداعيات وعن نتائج لما سبق منذ سنوات. فالخدمات متدهورة، هناك قرابة مئات الملايين للمديونية على الكهرباء، وضع الكهرباء سيء، وضع الخدمات، وضع هناك قرابة 10 أشهر من رواتب الجيش لم تسلم إلى الآن منذ حكومة بندغر. كثير من هذه الخطوات التوحشية التدميرية تستهدف عدن، وكان لابد من استخدام هذه الإجراءات والوقوف أمامها بجدية. فإن كان من يلام في هذه الخطوة فهي هذه السلطة المسمى جزافا بالشرعية. لاحظ معي نقطة مهمة أوردها تقريركم بأن الموقف السعودي اليوم لا يكترث لما قام بالمجلس الانتقالي. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن السعودية بدأت تتذمر من هذا الفساد ومن هذا اللصوصية التي تحتوي هذه الحكومة وهذه الشرعية، قياسا بالإجراء السعودي الذي تم قبل شهور في تقريبا في شهر أبريل عندما المجلس الانتقالي حاول يخرج حاوية من الميناء، إلا أن السعودية كان لها موقف حازم من تلك العملية. لكن اليوم لكن فيما يتعلق بعمل البنك المركزي وتصحيح عمله سيد الصقلدي، يعني في نهاية المطاف من خول المجلس الانتقالي وهو يعني الذي يبدو أنه ليست لديه مشكلة في القول أنه صادر هذه الأموال بأن يصحح عمل المؤسسات الحكومية السيادية؟ في نهاية المطاف هذه مؤسسة حكومية تتبع للحكومة الشرعية، البنك المركزي اليمني. اولا هذه الاموال لم تصادر من البنك المركزي مباشره، هي مثل ما قلت لك هي كانت بحسب المجلس الانتقالي، هي كانت محتجزه أن هي كانت محتجزه او يعني هي كانت محتجزه بداخل الحاويات النقديه سابقا التي تحتوي على اوراق نقديه التي كان يقول المجلس الانتقالي ان تحفظ عليها كان يهدف لتصحيح مسار عمل البنك، يعني الغايه هي ذاتها. من خول المجلس الانتقالي بتصحيح مسار عمل البنك المركزي اليمني؟ خولته المهمة التي يفترض أن يقوم بها كسلطة أمر واقع على الأقل التقدير، وبالتالي فلا غرو أن يتخذ مثل هذا الإجراء. فهذه الأموال يتم التصرف بها تصرف السفة، هناك تتورد باتجاه غير صحيح، لا يورد ريال واحد من هذه الأموال في خدمة الخدمات المتدهورة في عدن. تخيل 240 ميجا وات من الكهرباء التي كان مفترض أن تدخل في تحقن في الشبكات تم توقيفها عن عمد نكاية بالمجلس الانتقالي، لا يعرفوا بأن المدينة في حالة نكبة حقيقية وفي حالة استهداف بدون أدنى شك تحاط بها وتلفها كثير من التحديات وبالأمراض وكثير من المصائب التي حلت على رؤوس على رأس هذه المدينة، في الوقت الذي هذه الحكومة لا تكتفي فقط بعدم القيام بواجباتها ولا تكتفي فقط بإعادة هذه الأموال وتسخيرها للخدمات، بل هي تعمل على توظيف هذه الخدمات لمحاربة عدن، والتوظيفها توظيف عسكري بحت. لاحظنا كم أموال تضخ، هناك شركة واحدة على الأقل في مأرب شركة تجنر كثير من المرتزقة وتصرف لكل جندي واحد أو لكل مرتزق واحد قرابة 5 مليون ريال لتنفيذ مهامه في شبوة وفي أبين. كل هذه الأموال في الوقت الذي يجب أن تسخر لعدن
وللجنوب ولمواجهه هذه الاوبئه ولمواجهه هذه الخدمات المتعدده يتم توظيفها ضد عدن وضد المحافظات الموجوده في الجنوب، فتناقض صارخ لا يمكن على الاطلاق السكوت عنه. طيب انا هنا لا اتحدث فيما يتعلق بحديثك عن نقطه الانتقالي ولا انا مؤطر في المجلس الانتقالي، ولكني اتحدث فيما انا مقتنع منه وفيما يفترض ان يقوم بالمجلس الانتقالي وغير المجلس الانتقالي للتصدي للمواجهه غير المجلس الانتقالي مثل ما يعني في ميليشيا الحوثي مثلا. الاستهداف اليوم لا يتم، الاستهداف اليوم يتم لعدن كلها لناسها وبشرها والآلة جميعا، ولا يتم فقط المجلس الانتقالي، لا يتضرر واحد من المجلس الانتقالي من تدهور الكهرباء والخدمات وغياب المرتبات. من يتضرر بالضبط هو المواطن البسيط، وللأسف أصبحت الخدمات هي ورقة سياسية، ورقة ضغط يتم تركيع فيها الناس اللي محاولة أن تنتفض بوجه الانتقالي. لا تكترث هذه الحكومة بالكارثة والمأساة التي يعيشها الناس هنا. طيب سأعود إلى نقطة الإدارة الذاتية وخلاف ذلك، لكن قبل ذلك دعني أسأل الدكتور علي العبسي فيما يتعلق بسلطة أمر واقع. دكتور علي، لها الحق في أن تتصرف في ما يقع تحت سيطرتها في نهاية المطاف، هكذا يفهم من كلام السيد الصقلدي، ما رأيك؟ يعني أولا دعنا نقول لماذا فرض المجلس الانتقالي لما سماه الإدارة الذاتية في عدن؟ ألم يكن ذلك من أجل تحسين الخدمات؟ ألم يكن ذلك من أجل إنقاذ المدينة من السلطة الشرعية الفاسدة التي كما سماها؟ ألم يكن من أجل أن يتدخل ويتحمل هو المسؤولية بعد أن قال أن الحكومة الشرعية فشلت في ذلك؟ ولذلك تدخل وسيطر على المؤسسات وأعلن الإدارة الذاتية. أين هي هذه الإدارة الذاتية؟ وثانيا هو يقول أنه صدرت هذه الأموال حتى لا يتم التأثير على المواطنين. طيب يا سيدي، إذا كان المجلس الانتقالي سيطر على موارد الدولة، إمدادات ميناء عدن تم السيطرة عليها، تم إيرادها إلى حسابات خاصة بالمجلس الانتقالي، أين هذه الأموال؟ أين هذه الأموال؟ ثانيا هذا المبلغ اصلا 80 مليار او كما او اكثر او اقل ستصرف للرواتب للموظفين، ليست لن تذهب الى جيوب المسؤولين، لان جيوب المسؤولين تملا من 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 اوعيه اخرى، يعني من النفط وغيره. يعني اذا كنا نتسق مع الكلام المجلس انتقل على الفساد وما فساد، هذه الاموال اصلا ستصرف الى المواطنين الفقراء البسطاء الموظفين العاديين الذين ينتظرون رواتبهم منذ عده شهور. إذا بمصادرة المجلس الانتقالي، إذا هو أيضا يعني يمنع وصول هذه الرواتب، وبالتالي أين هي هذه الإدارة الذاتية التي أعلنوا عنها؟ ماذا يقصد بالإدارة الذاتية التي أعلنوا عنها؟ ألم تكن إدارة ذاتية من أجل إنقاذ المواطن؟ أين هو هذا الإنقاذ؟ لا رحموا ولا خلوا رحمة ربنا تنزل، صادروا الموارد الدولة في عدن، ولم يسمحوا لمؤسسة الدولة حتى أن تصرف رواتب. يعني هذه مسألة مستغربة جدا، يعني مسألة مستغربة جدا، وأني يتكلمون عن الخدمات، ما خدمات، ماذا قدم المجلس الانتقالي منذ ان سيطر على عدن؟ فليتحدثوا معنا، فليقول لنا الاخ استاذ صلاح ماذا قدم المجلس الانتقالي من في اي مجال من اجل الخدمات؟ لم يقدم اي شيء، استولى على اموال فقط. لكن اليس من المبكر الحديث دكتور علي، اليس من المبكر الحديث عن انجازات الانتقالي باعتبار انه في نهايه المطاف الاداره الذاتيه تم الإعلان عنها قبل يعني في شهر إبريل تقريبا، في 13 من إبريل إن لم تخني الذاكرة. الوقت لا زال قريبا يقول كثيرون، وكذلك هناك محاربة للمجلس الانتقالي من قبل يعني المواجهات في أبين وما شابه. هذه في وجهة النظر الأخرى قد تعرقل أعمال المجلس وما يريده المجلس للناس هناك في عدن. إذا يعني إذا قلنا أنهم طبعا المجلس الانتقالي سيطر على عدن منذ أكثر من ذلك، منذ أكثر من شهر إبريل، وسيطر عليها بالكامل منذ بداية أغسطس العام الماضي، يعني هذه فترة تقترب من 10 أشهر. ماذا قدم خلالها فقط غير السيطرة والتعرض للمواطنين والنهب والسلب والبص على الأراضي وكل ذلك؟ هو أيضا كان موجود في عدن منذ قبل هذه الفترة، ماذا قدم؟ ماذا قدم عدروس الزبيدي عندما كان محافظا لعدن؟ ودعنا نستلم جدلا مثلا، ماذا يعني خلال الشهر هذا كان يمكن ان يقدم اشياء كثيره، ماذا قدمه؟ دعنا نقول ماذا قدمه؟ يخبرنا ماذا قدم المجلس الانتقالي خلال هذه الشهرين؟ لم ينظف شارعا، مساله القطاع الصحي انهار تماما، ولم يقم باي دور في انقاذ المواطن ولا انقاذ الكادر الطبي، الحاله الامنيه مزريه،
الكهرباء ايضا مزريه، الخدمات مزريه، الامن مزري، رواتب الموظفين مزري، ماذا قدم؟ لم يقدم شيء. يعني حتى فتره الشهرين يا رجل، هناك شهرين تستطيع ان تفعل بها، هناك دول بنيت في خلال شهرين. دعنا نقول ان الجماعه ليست لهم هذه الخبره الكبيره، وليسوا رجال دوله. ماذا قدموا لنا حتى على ابسط شيء، على ابسط يعني رفع مساله الامن للمواطن نفسه، يعني مساله الامن، مساله الصحه، مساله رفع المخلفات، اشياء بسيطه جدا تستطيع اداره بلديه واحده، اداره حي فقط ان تقوم بها، لم تستطيع، لم يستطع المجلس الانتقالي بكل ما لديه من قوات ومن مسؤولين ومن سيطره على الارض ان يقوم بها. الاراده الذاتيه ليس لي يعني لم اذا افترضنا بانهم كانوا هناك اراده فعلا حقيقيه لانقاذ عدن، لم يستطيعوا ان يقدموا اي شيء للمدينه. لم يقدموا اي شيء للمدينه، بل اساءوا لهذه الاوضاع، عفاقموا هذه الاوضاع. منعوا الحكومه اليمينيه من تقوم بالحد الادنى الذي كانت تقوم به من صرف الرواتب، من تامين حتى الحد الادنى من الخدمات كالكهرباء واداره العمليه التعليميه والقطاع الصحي حتى اذا كان منهكا، لكن كانت هناك عجله تدور، هناك مؤسسه دوله تدور تعمل حتى بالحد الادنى. هم دخلوا عدن وقضوا تماما على هذه المؤسسات، لاحقوا المسؤولين، طاردوا، قاموا بعمليه تصفيه على حساب الانتماء المناطقي، استعرضوا القوه، منعوا مؤسسه الدوله من القيام بها، الان سيطروا على اموال تخص البنك المركزي، منعوا الدوله من تاخذ مواردها حتى تدفع مرتب الموظفين، ثم الان يحملون الحكومه الشرعيه للمسؤوليه. نعم، الحكومه الشرعيه تستحمل المسؤوليه اخلاقيا وادبيا وسياسيا، ولكن المجلس الانتقالي ايضا يتحمل المسؤوليه، هو الان المسؤول الاول في عدن. ماذا قدم لعدن؟ ما الذي قدمه سيد الصقلدي؟ ما الذي قدم المجلس الانتقالي لعدن وأبنائها خلال هذه الفترة كلها؟ إن لم يكن قدم شيئاً فيكفي أنه أوقف التدهور عند مستوى، ف30 عاماً من التدمير ومن الاستهداف ومن البطش ومن العبث لا يمكن تداركها ولا يمكن حلها ولا يمكن إصلاحها خلال 30 يوم بالعقل والمنطق، هذا الذي يجب. أما فيما مسألة أن المجلس الانتقالي أنا أسمع أن سعر الدولار، أنا أسمع سيد الصقلدي، أصبح سعر الدولار أكثر من 740 ريالا في عدن الآن. لاحظ ان البنك المركزي هو تحت سيطره الحكومه الى الان، والموارد الرئيسيه هي بحوزه الحكومه، وتدهور العمله هو حاصل في كل اليمن بما فيها المناطق المسيطره عليها هذه الشرعيه. وبالتالي يعني اذا كان هناك من يتحدث عن في عدن سعر صرف الدولار اكثر من 740، في صنعاء بسعر الصرف حوالي 620 او اكثر قليلا، وهذه مناطق نعم سيطرة انتقالي. مثل ما قلنا بأن ضخ المليارات، هذه من الذي يضخ هذه المليارات؟ تريليوني ريال خلال 4 سنوات فقط. ما هي الضمانات النقدية وما هو الاقتصاد الذي ممكن يضمن هذا الضخ وهذا التدمير وهذا التضخم؟ وإذا كان هناك من 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 مقارنة ما بين عدن وصنعاء، فأقول لك لأن العملة المحلية بالمليارات التي موجودة في السوق قياسا بالعملة الصعبة، فلا مجال للمقارنة أبدا. فهناك العملة الصعبة في الجنوب قليلة جدا قياسا بالعملة المحلية، في الشمال العكس، هو العملات الصعبة أكثر من العملات النقدية، عندما اتخذ الحوثيون إجراءات برفض هذه العملة التي تضخ، واستطاعوا أن يوقفوا هذا التدهور. وبالتالي إذا كنت توضع مقارنة هنا وهناك، أدرس من الذي كان السبب بوضع الجنوب في عدن بهذا إلى هذا النحو بهذا الشكل. يعني هي كلها أماكن سلطة أمر واقع كما يقال أو كما يقول المسؤولين فيها. نعم، هناك سواء الحوثيين يقولون أنهم سلطة أمر واقع أو أنت الآن تقول أن المجلس الانتقالي هو سلطة أمر واقع. المجلس الانتقالي عمره سنة ونص أو سنتين، والقرار السيطرة على الموارد لا يتجاوز شهر ونص، فمن أين تريد أن أصحح كل هذا النكبة الذي نكبتنا خلال 3 عقود من الزمان وأن أستعيد الكهرباء؟ الحالة تحتاج إلى مليار ريال حتى
تعاد الى وضعها، ولا اقول الى نهضه العمل فيها. طيب دعنا سيد الصقلبي، دعنا نشك معنا بالحوار الناشط السياسي والحقوقي السيد عادل الحسني. اسمح لي الذي ينضم لنا عبر الهاتف، دعنا نشك معنا في الحوار السيد عادل الحسني الناشط السياسي والحقوقي الذي ينضم لنا عبر الهاتف. ورحب بك سيد الحسني، هذه ليست المره الاولى التي يصادر بين قوسين المجلس الانتقالي فيها على اموال تابعه للحكومه الشرعيه، لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللسادة المستمعين الكرام. أهلا بك. بالنسبة للتوقيت هذا يأتي في ظل ظروف حرب يخوضها المجلس الانتقالي من أبين، وطبيعة الحرب هي تحتاج إلى ضخ كبير من المال يعني، وخاصة نحن أيضا شهدنا هذه تجربة الحروب. أنا شخصيا خضت حرب مع الحوثيين، وأدركنا حقيقة أن الحرب كلفتها المال يعني غير طبيعيه، يعني غير الظروف الطبيعيه. المجلس الانتقالي في ظل الحرب التي يخوضها في أبين، لا شك انه يحتاج الى مصدر دخل كبير من المال، والداعمين له خصوصا الامارات العربيه المتحده يعني تمر بضائقه ماليه مع كورونا، وربما ايضا تريدهم ان يقفوا على ارجلهم ويعتمدوا على انفسهم، لكن الطريقه التي استخدموها ايضا هي ليست في صالحهم ولا في رصيدهم، لا دوليا لا عالميا لا محليا، لا حتى التحالف الذي هو قريب منهم، يعني ربما يضعون في موضع المحرق الا اذا كانوا هم واياه متفقين على هذه الخطوه التي اقدموا عليها. فالخطوه يعني لا يقدم عليها الا امراء حرب، يعني ابتزاز للمال العام مال الشعب. إذا كانوا الأخوة في المجلس الانتقالي جادين في الأمر بأنهم لا يريدوا هذا المال أن يصل إلى البنك لأنها ربما يسبب كارثة مالية كما يقولون، أصلاً لما سمحوا للمال أن يخرج من الميناء ابتداءً، فالميناء تحت حمايتهم وتحت حماية المجلس الانتقالي، ولا يستطيع أحد أن يخرج أي شيء من الميناء إلا بمرافقتهم أو بحمايتهم هم، يعني كان بإمكانهم ألا يسمحوا للمال أساساً أن يخرج من الميناء، لكن القرض كان هو الذهاب إلى معسكر جبل حديد ثم أخذ الحاجة التي يريدونها في المجهود الحربي في أبين، وسيعيدون المبلغ المتبقي يقيناً، يعني يقيناً أقل فيهم يقيناً خلال الأيام سيعيدونها إلى البنك، لأنهم لا يستطيعوا أن يواجهوا الضغط التحالف الذي سيكون عليهم. طيب في سياق الحديث على أن يعني هذه الأمور كلها تمت، ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي موجود في الرياض، هل تعتقد أن السعودية يعني أن هذه الممارسات تمت بعلم المملكة العربية السعودية راعية اتفاق الرياض؟ والله عودتنا المملكة العربية السعودية في خلال الأحداث الماضية كلها على أساس أنها ليست راضية على هذا المجلس الانتقالي والميليشيات هذا، سواء كان من الانقلاب الأول في يناير أو انقلاب أغسطس، وأيضا نتذكر أنهم منعوهم من دخول قصر المعاشيق، أيضا قصر المعاشيق إلى هذه اللحظة، وضيفك الكريم ربما على علم، يعني الذي تسيطر عليه قوات سعودية، البنك نفسه تسيطر عليه قوات سعودية، المطار مطار عدن داخله قوات سعودية، يعني هم أيضا لم يسلموا المجلس الانتقالي زمام الأمور كليا، لكن ما هي المهام أو ما هي المهمة التي أوكلت إلى هذا المجلس؟ ابتداء هو تعطيل وجود الدولة، تعطيل الحكومة، مؤسسات الدولة، ولكنهم في نفس الوقت أيضا لم يسمحوا له أن يكون دولة، أن يكون مؤسسات دولة، فهذا وضع الفوضى الذي للأسف الشديد المملكة العربية السعودية قاضى الطرف عنه، بينما الإمارات يعني الحقيقة أنها أكثر وضوحا في هذا الأمر، وهي التي أسست هذا المجلس، وهي التي تستضيف القيادات كلها هناك في أبو ظبي، وهي التي يعني دربت هذه الميليشيات، الحزام الأمني أو النخب أو قوات الدعم والإسناد، باعترافهم هم يعني أمام الإعلام قالوا نحن دربنا 200,000، كل هذه القوات يعني خارج نطاق الشرعية الدستورية، خارج نطاق وزارة الدفاع والداخلية في الجمهورية اليمنية، وخارج نطاق الشرعية التي زعموا أنهم أتوا لاستعادتها في اليمن، بينما اتضح جليا أهدافهم التي يريدونها. تفضل بالبقاء معي سيد الحسن، يعود إليك دكتور علي العبسي. دكتور، يعني في سياق أن عيدروس الزبيدي يقيم في الرياض منذ حوالي شهر تقريبا، يستقبل عدد من السفراء أو مبعوثي البعثات الدبلوماسية في اليمن، وهذه الخطوة من قبل المجلس الانتقالي تمت في هذا الوقت، هل المملكة العربية السعودية باتت ترعى
المجلس الانتقالي بين قوسين؟ اولا نحن نفترض ان المجلس الانتقالي مؤسسه وان عدروس الزبيدي يسيطر عليها، وهذا غير واقعي. عدروس الزبيدي هو جزء شخص من مجموعه اشخاص يعملون لدى صانع هذا المجلس وهو الامارات العربيه المتحده. لا اعتقد انه يسيطر عليه او يستطيع ان يامر او ينهى. يعني عدروس الزبيدي هو شخصيه، صحيح انه لديه مسمى رئيس المجلس الانتقالي، لكن سيطرته على المجلس الانتقالي سيطره غير حقيقيه. اللي يسيطر على المجلس الانتقالي هي الامارات العربيه المتحده، ومن خلال شخوصها ورجالات المرتبطين بها مباشره. من يدير المجلس الانتقالي هم ضباط المخابرات الاماراتيه. واعتقد ان مساله السيطره على هذه الاموال هي تمت بضوء اخضر على الاقل، ان لم تكن بامر مباشر من الامارات العربيه المتحده. وجود عدروس الزبيدي في الرياض لا يفرق كثيرا. يعني مساله كما قلت لك، يبدو ان هناك عمليه اعاده تفاوض على اتفاقيه الرياض، والرجل موجود هناك لهذا الغرض. ليس لا اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه، طبعا هي لديها علم في هذا الموضوع، مساله ان السيطره على هذه الاموال، بالتاكيد المملكه العربيه السعوديه كانت لديها علم ان هناك اموال ستخرج، وانها ستخرج بحمايه المجلس الانتقالي، وانها مفترض ان تذهب الى البنك المركزي. وعندما سيطر عليها المجلس الانتقالي فكان من المفترض المملكه العربيه السعوديه تتدخل، وهي لم تتدخل. اذا المملكه العربيه السعوديه راضيه هكذا يعني لا نستطيع ان نقول غير ذلك. يعني نحن نستطيع ان نقول انها غير راضيه لان لم تعلن ذلك، فالسكوت هو علامه الرضا. فاذا المملكه العربيه السعوديه راضيه عن مساله سيطره المجلس الانتقالي على هذه الاموال، وكما ذكرت اعتقد ان هذه الخطوه من ضمن اهداف اخرى لها. يعني كما قال الاخ علي الحسني، مساله تمويل المقاتلين ودفع رواتبهم، لكن ايضا اعتقد في المقام الاول هي عمليه ضغط على الحكومه الشرعيه اليمنيه. سيطره هذه الاموال، احراج الحكومه الشرعيه اليمنيه، منعها من دفع رواتب الموظفين، زيادة الضغط عليها من أجل القبول بما تمليها المملكة العربية السعودية في مسألة تنفيذ اتفاقية الرياض والقفز إلى الشقة السياسية وتأجيل الشقة الأمني والعسكري، وهو ما يريده المجلس الانتقالي وما تريده الإمارات العربية المتحدة، ويبدو أنه ما تريده أيضا المملكة العربية السعودية. العملية عملية ضغط على الحكومة الشرعية اليمنية. لا يمكن أن تتخيل المجلس الانتقالي أو شخص معين سواء كان عدروس الزبيدي أو أي شخص آخر لديها الجراءة لأن يقوم بهذا العمل بالضد من دون معرفة الراعين الرسميين للمجلس الانتقالي وهي الإمارات. وبالتالي كما قلت لك هذه المسألة مدبرة، يعني هذه المسألة مدبرة وهي أكبر من المجلس الانتقالي وتستهدف الحكومة الشرعية اليمنية. سيد الصقلدي، الآن في ظل هذه المعطيات تتحدث عن مسألة الإدارة الذاتية، تحركات لواء بن بوريك هناك، وأيضا تحركات عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، سمعت ما تفضل به دكتور علي العبسي، إلى أي مدى ترى أن هذه الخطوات ستثمر إن صح التعبير لصالح المجلس الانتقالي في المستقبل؟ في البداية اسمح لي أن أشير إلى شماعة الإمارات التي يستخدمها البعض. هذه الشماعة لا تزال هي مكانها وتستخدم بالذات الخطاب ولذات الغرض في حينما كانت الإمارات موجودة وبعد أن انسحبت. أما مسألة السعودية هل كانت راضية أو ليست راضية، ففي تقديري بأنها راضية ضمنيا للخطوة التي اتخذها المجلس الانتقالي اليوم، ليس حبا بالمجلس الانتقالي ولا مصلحتها كثيرا تصب في هذا الاتجاه، ولا مصلحتها مع المستقبل مصالحها مع المجلس الانتقالي، بالعكس. لماذا إذن؟ مصلحتها مع الحكومه هناك، ولكن يبدو ان السعوديه قد ضاقت ذرعا بالفساد وبالفشل وبالخذلان التي تلقاها من هذه الحكومه، ولا يمكن الركون عليها او مساندتها الى ما لا نهايه. فالسعودية دفعت بكل طاقتها بكل إمكانياتها، دعمت هذه الحكومة، ساندتها بالمال والإعلام والسياسة وكثير من الطاقات، لكن أنها لم تجد منها غير الخسارة وغير الفشل وغير التلك. ما تم اليوم وما سيتم غدا هو نتيجة منطقية، وقلنا هذا الكلام أكثر من مرة، بأن الغياب التسوي السياسي العالي للقضية الجنوبية والأزمة اليمنية هو ما نراه اليوم من تداعيات ومن اجراءات لا تروق للبعض. التلكع ورفض الاتفاق الرياض هو كان نتيجه منطقيه لظهور قرار الاداره الذاتيه والقرار الذي رايناه اليوم. هذه الحكومه رفضت الاتفاق تماما
بل رفضت حتى مجرد التوقيع عليه في من قبل، ولا تزال ترفضه حتى اللحظة، وفي نفس الوقت تستغرب لماذا الآخرون يتخذوا إجراءاتهم. فماذا تتوقع؟ هل يظل الناس هنا مكتوفي الأيدي فيما هي لا تنفذ ما عليها من تعهدات، ولا تنفذ ما عليها من التزامات، ولا تورد الأموال التي نهبتها وذهبت بها إلى الخارج؟ أما مسألة أن السعودية هي من تقف وراء المجلس الانتقالي، فلا أرى أن كلام صائب ولا دقيق. السعودية وقفت ضد المجلس الانتقالي بكثير من المواقف، وشاهدنا لها كثير من المواقف، لكن عندما بلغ السيل الزبوة أمام هذه السلطة، كان للسعودية أن تدع الأمور تذهب وتترك المجلس الانتقالي يتصرف لعل وعسى أن يأتي من هناك الحل. البعض يردد حالة سخيفة ومكررة بأن المجلس الانتقالي يتلقى دعم من الإماراتي، الدعم الإماراتي. هل بالضرورة أن يتلقى المجلس الانتقالي الدعم القطري أو التركي أو حتى السعودي؟ إذا كان المجلس الانتقالي يتلقى هذا الدعم، فمن أين يتلقى الآخرون دعمهم؟ إذا كان المجلس الانتقالي يتصرف اليوم ويقول البعض بأنه لم يجد الأموال التي كانت تأتي لها من الإمارات، للإمارات واقع في ضائقة مالية، فهذا ينسف الإدعاء الذي يقول بأن الإمارات تدعم وتمول وتضخ الأموال. هنا لابد من وقفة منطقية وعادة الأمور إلى دراسة الأسباب ما نحن فيه. الأسباب لا يمكن معالجة النتائج إلا بمعالجة الأسباب. نحن أمام أزمة سياسية بامتياز، أمام قضية وطنية سياسية اسمها القضية الجنوبية، أتت ما بعدها عبارة عن تداعيات وعبارة عن حركات ارتدادية، بما فيها الأزمة اليمنية، بما فيها حروب صعدة. التهرب من حل القضية الجنوبية حلا سياسيا عادلا هو ما يقلب لهذه الحكومة من إجراءات، وما يدخل اليمن كلها طيب على الحديث عن الحكومة، ويبدو أن الأمور تتجه نحو الأسوأ طالما وبقي هذا التجاهل وبقية الأنانية تحتوي هذه الأحزاب، ومنها حزب الإصلاح الذي يستحوذ على هذه السلطة والتي يتخذ منها مظلة لتعزيز قدراته العسكرية والسياسية تحت اسم الشرعية، فيما اليمن كله بما فيه حتى الشمال يعاني من كثير من الولايات، وفي عدن والجنوب نسخة مطابقة لم تكن أكثر فظاعة. طيب بالحديث عن الحكومة سيد الصخلدي، المناطق التي ستسيطر على الشرعية في الشمال وعدن، بأن الناس هنا في الجنوب رفضوا أن يقبلوا هذا الوضع على الإطلاق. دعني أسأل السيد عادل الحسني بالحديث عن الحكومة، يعني كيف يجب أن تتحرك الحكومة سيد الحسني إزاء هذه التصرفات، إزاء ما تبقى من اتفاق الرياض إن صح التعبير؟ والله موقف الحكومة تجاه ما حصل خاصة أمس في عدن، ويذكرني بقول القائل: أوجعتهم ضربا وأودوا بالإبل، يعني أوجعتهم سبا وأودوا بالإبل، يعني التصريحات التي خرجت عن طريق البنك أو عن طريق وزير الخارجية لا تقدم ولا تأخر، يعني ما لم يكن هناك موقف واضح من الحكومة اليمنية تجاه الراعي للاتفاق الرياض، تجاه الراعي لعاصفة الحزم. إلى متى هذا العبث في اليمن الذي أقدم عليه المجلس الانتقالي في أخذ الأموال أمس في عدن؟ هو في سياق طويل جدا في عبث في عدن، عبثوا بالإنسان قبل أن يعبثوا بالمال، عبثوا بالأرض، عبثوا بالممتلكات العامة والخاصة، لم يعد هناك شيئا جميلا في هذه المدينة. مدينة أصبحت مدينة أشباح، مدينة يقتلها المرض، مدينة يقتلها العصابات، مدينة أخذ كل شيء جميلا فيها. من يتحمل هذه المسؤولية التاريخية والإنسانية والكارثية في هذه المدينة؟ لا شك أن التحالف على رأس هذه القائمة التي تتحمل المسؤولية والشرعية التي شرعت لهذا التحالف. بالنسبة للمجلس الانتقالي هو أداة إماراتية بحتة، هذا يعرفها القاصي والداني والعالم كله. متى ما أرادوا أن يقفلوا هذه الشركة للمجلس الانتقالي أقفلوها، متى ما أرادوا أن يدمجوها في الشرعية أدمجوها، متى ما أرادوا أن يخرجوها أخرجوها. فهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شيئا، يعني أمرهم بأيديهم بغيرهم. لكن بالنسبة للشرعية أيضا نحن لا ندافع عنها، ولا يستطيع أحد أن يدافع عن الفساد الذي نخرها والانبطاح الذي فيها واللامبالاة واللامسؤولية تجاه هذا الشعب الذي يعني تتحمل المسؤولية التاريخية الكاملة أمامه. يعني هذا التحالف لا شك يعني أنه خرج عن أهدافه التي رسمها للعالم، وهو استعادة الشرعية في اليمن. تحالف استعادة الشرعية في اليمن،
بينما يقاتل هؤلاء المقاتلون الذين في أبين الذين ينتمون للمجلس الانتقالي يقاتلون بالمدرعات التي صرفت لهم من قبل التحالف والشاص الذي صرف لهم من قبل التحالف والبندقية والعيار والذخيرة والجريش العسكري. هذا مجلس شكل يعني حتى هم يعرفوا ذلك أنهم هم الذي شكلوه لإسقاط الشرعية في عدن. فلماذا الشرعية ارتهنت هذا الارتهان الكامل أمام السعودية أمام التحالف؟ حقيقة أنها يعني مأساة وسيجني ثمارها العلقم المؤلمة والمواطن البسيط. أما بالنسبة لمن هم يعني في صف السعودية أو من هم في صف الإمارات فهم يعني عايشين حياتهم بأحسن ما يكون، والمواطن البسيط هو الذي يدفع ضريبة هذه المعمعة وضريبة هذه المصائب والمشاكل كلها. شكرا لك سيد عادل الحسين الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف. قبل العودة إليك دكتور علي، أعود إليك سيد صلاح السقلدي في سياق الحديث الآن، يعني أعود إلى نقطة التشبيه فيما يتعلق بسلطة الأمر الواقع. يعني وإن كان شيئا فشيئا، لكن أليس هناك تشابه مع ما يجري في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون والمبررات التي كانت التي ساقوها للسيطرة على هذه المناطق، سواء إسقاط الجرعة أو مواجهة العدوان أو ما شابه، بتلك التي يتخذها أيضا المجلس الانتقالي في ممارساته شيئا فشيئا، يعني فساد الحكومة، النعرات المناطقية أيضا، والحديث عن المؤامرة يعني التي تحاك ضد اليمنيين، واستغلال مسألة الإخوان وما الإخوان وما شابه. نعم، هذا السؤال يجب أن يوجه لهذه الحكومة، لماذا انقلب عليها الناس في صنعاء وفي نفس الوقت في عدن كما تقول؟ أكيد هناك خطأ موجود بهذه الحكومة، فهي حكومة لا يمكن على الإطلاق أن يسلم الناس رقابهم لها، هي مجموعة من مجموعة عصابة، مجموعة لصوص، مجموعة فاسدين باعترافهم هم. لماذا قام الجنوبيون بهذا الإجراءات؟ فشيء منطقي أن الحكومة هذا أو القوات التابعة لها بعد أن أدارت ظهرها للوضع في الشمال وتخلت عن التوجه نحو صنعاء واعتبرت أن هدفها وأن خصمها وأن عدوها الرئيسي هو في الجنوب، كان لابد من الدفاع عن النفس، كان لابد من الدفاع عن العاصمة عدن عندما تم وضعها كهدف لاقتحامها ولاحتلالها ولإسقاطها بدلا عن صنعاء. فهل يعقل بأن يظل الناس واقفين بهذا الشكل وهذه القوة تدفع بكل تعزيزاتها وبكل قواتها التي كان من المفترض أن تتجه شمالا وتتوجه إلى عدن؟ فأين هي إذا كان أحد يلوم لماذا لم تنجح هذه الحكومة، هي اللوم عليها، هي التي تخلت عن هدفها في الشمال وتوجهت إلى الجنوب، هي التي تخلت عن الحرب في الجبهات وعززت جبهاتها في الجنوب. أين هي؟ إلى أين القرارات التي نص عليها مجلس الأمن، إلى أين تعود هذه الحكومة؟ وما هو هدف التحالف وعاصفة الحزم؟ أليس هو عادة الشرعي إلى صنعاء؟ عندما تخلت هذه السلطة عن نفسها وأسقطت هدفها ولم تعد صنعاء هي وجهتها، فلماذا تكون عدن هي وجهتها ولماذا يكون الجنوب هو الوطن البديل لها؟ فلتذهب إلى خلف الشمس إذا لم تستطع أن تحرر مناطقها ولم تستعيد. طيب إذا هذه الخطوات كلها منازلها ولا مناطقها ولا قراها هناك، لسنا وطن بديل لحكومة فاشلة، لحكومة لا يمكن للجنوب أن يلدغ مرتين من جحر بذات الاسم الشرعية. في عام 94 تم احتلال الجنوب باسم الشرعية وتم إذلاله واستضعافه باسم الشرعية وتم إضعافه باسم استهداف الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم يتم استهدافه ومحاولة إخضاعه واحتلال عاصمته باسم. طيب إذا كل ذلك حتى لا نخرج عن الموضوع، لا يمكن على الإطلاق أن نكرر نفس لا يمكن أن نكرر نفس الخطأ، ولا يمكن أبدا أن نكون نفس الضحية لذات الجهة التي هي وضحت النقطة سيد السقلدي. إذا كل ذلك دكتور علي، عام 94 إذا كل ذلك دكتور علي، ما هو الذي يجب على الحكومة أن تقوم به الآن في سياق هذه المعادلة التي تحدث، الممارسات التي يقوم بها المجلس الانتقالي، يعني عدم اكتراث في أدنى درجات السعودية بهذه التصرفات وربما رضاها وتواطؤها كما يقول كثيرون بدرجات أعلى، ما هي خيارات الحكومة إذا ذلك؟
يعني مشكلة الحكومة اليمنية منذ البداية، منذ بداية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كانت أنها عاجزة، لا تمتلك أدوات حقيقية في يدها تستطيع من خلالها أن تفرض إرادتها على الأرض. هي منذ البداية أيضا سلمت كل الأوراق إلى يد المملكة العربية السعودية، وسمحت لها أو طالبتها بأن تسترد لها العاصمة صنعاء وأن تعيدها إلى ذلك. طبعا كان هناك محاولات شخصية من بعض الرجالات في الحكومة الشرعية اليمنية ليبذلوا مجهودا، ولكن في الحقيقة هناك سببين رئيسيين فيما تعانيه الحكومة اليمنية. إذا أردنا أن نكون واقعيين، أولا أنها لا تمتلك أدوات حقيقية للسيطرة على أرض الواقع، يعني لم يكن لديها جيش حقيقي بعد أن خرج الرئيس عبد الرب المنصور هادي من عدن، لم يكن لديه أي جيش حقيقي في يده. يعني كان هناك بعض القوات، بعض الألوية الموجودة في مارب، وألوية تتبع له ولكن أثرها محدود، ولكن السيطرة العسكرية كاملة كانت ل قوات الحوثيين وقوات الجيش السابق الذي كان يتبع لعبد الله صالح. لم يكن لديه ادوات دوله حتى يستطيع من خلالها ان يحافظ على الدوله، ان يحافظ على صنعاء، وحتى ان يحافظ على عدن. واستمر هذا الوضع فيما بعد برضا وبتخطيط من التحالف العربي بذات الامارات العربيه المتحده، التي لم تسمح للحكومه الشرعيه اليمنيه ومن ورائها ايضا السعوديه ان يكون لها وجود حقيقي ونفوذ حقيقي وادوات حقيقيه تستطيع من خلالها التاثير على الارض. ساهم في ذلك النقطة الثانية هي أيضا أن النخبة اليمنية، الحكومة اليمنية ورجالات الدولة اليمنية أيضا، ونتيجة أكثر من 33 سنة تحت حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والعلاقة الزبائنية التي تمت بين الحكومة وبين أعضائها، يعني وبين النخبة السياسية وبين الحاكم، هي علاقة زبائنية اللي قائمة على أنه أنت موجود هنا لتخدمني فقط، ليس لتخدم البلد. أنت هنا موجود هنا لأنك تمثل قبيلة معينة، أو لأنك شخص مهم، أو هذا عبارة عن مكافأة. المنصب كان عبارة عن مكافأة ولم يكن عبارة عن مسؤولية، ولذلك نحن نشاهدهم الآن أنهم يستمرون في جني المكافآت والأرباح ولا يفكرون بأي قدر من المسؤولية، وهذا ما نعاني منه الآن. وهكذا الحكومة الشرعية اليمنية لديها هذين العاملين الذين يمنعانها من أي قيام بأي رد فعل، سواء تجاه الحوثي أو تجاه المجلس الانتقالي، عجز على أرض الواقع ورجال ليس لديهم أي مسؤولية. شكرا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من برلين، والشكر موصول لك سيد صلاح الصقلدي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.